عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على علي بن شيخ، وين تكلم كل شيء، يعني حوصلة نقولوا باللي هو يتكلم، هو يعطي واحد النقاط انت لا بيت تفهم وراه تفهم، هو يعطي نقاط وانت لا بيت تفهم وراه، يعني وين تكلم كلش وتبقى تبقى خلينا من البشيخ تاع محرز، خلينا من البشيخ تاع اللاعبين المغتربين، خلونا من هذو. رانا نهضروا حنا على لهنا، لا نهضروا على لهنا. شوف كيفاش بالشيخ وين عطى، يعني عطى واحد النقاط، يعني النقاط هكا ملاح، مد نقاط ملاح، ماذا بينا نسمعوه ولازم نفهموه شويه. هو قال في واحد الكلمه، قال نقول انفرتينو اسمح لنا، عنده الحق. قالش نهضروا على الديمقراطيه، قالش قاعوا خلعنا، كيفاش انفرتينو يتدخل هنا؟ رانا شفناها كيفاش، وما غاديش تكون، ما غاديش يخليهم، ما غاديش تطول، غادي نهار ثلاثه يديروا يفوتوا الكونسي تاعهم، وبالك 15 يوم ولا 20 يوم وحده اخرى نسمعوا العجب تاع المعجب، وان شاء الله بصح ما تكونش عقوبه المنتخب الوطني الجزائري، تكون ليهم هما تبهديله، الله يجعل ما تكونش برك. هذا ممكن نسمعوا بالشيخ. جو سوي ديغوتي واضح غادني الحال، وين لحقت الكره الجزائريه والناس كاع العالم يشوف كيفاش الداخلي للداخل، وهادو من الناس اللي هلكوا الكره الجزائريه دون سي سونس، لا اللي شعري وقف فهمني، سي دون سي سونس. وترمو هاديه صايره كيما في الكازينو اللي يقمروا، يقول لك فات فو جو لي جو سون في، خلاص غير دير واش تحب. ولكن كاع الناس على بالها، دوكا كي تنحي رئيس وتبدل رئيس ودير لي الاخرين، الحاج موسى الحاج، بدل لي قدور مسعود وجيب لي مسعود باب سليمان، وكيف كيف كل شيء صاير. جو سوي ديغوتي واضح. ما سامح لي، مام لاسومبلي جينيرال انا ما نومهاش، بويسك الدنيا كاع مخدوعه، كل شيء مخدوع، كل شيء راه مخدوع. نحي لك رئيس ويحط لك رئيس، ومن بعد هذيك يمشيو هكذا كيف كيف، تما راهم يهلكوا فينا حنايا، وراهم يقولوا لنا هكذا الامور تمشي، حبيتو كرهتو. جو سوي ديغوتي واضح. يا ولدي ما ننتظر والو يا سي رضوان، وريلي واحد فيهم حاسبوهم، وريلي واحد فيهم داروا اونكات عليهم، ما كاين حتى اونكات، ما كاين حتى محاسبه، ما كاين حتى رقابه، يا ريان. جو سوي ديغوتي واضح. موالفين يبزعوا الموالفين، الاموال تاع الشعب يروح هكذا، كيلا في الواد رايح. بصح حنا كاونسيان لاعبين وكاونسيان محبين، ما نقولش محبين لهذه البلاد، لان خاطرش كلمه ولينا نقولوها ولات انا بيرسونيلمون ولات تغيدني عمري كي نتكلمها، لان الناس اللي راهم يهلكوا ليماج تاع الجزائر او نا لامبريسي هما اللي محبوبين، هما اللي راهم مكونسيديري. جو سوي ديغوتي واضح. دوك ما نزيدوش نتكلموا كلمة حب الوطن، ما نتكلموش كلمة لا ترونسبارونس، ما نتكلموش لونيتي، ما نزيدوش نتكلموا على هاد الأمور، باسكو أون فا فير دي جون، أون فا ميتر دي جون كونتر نو بور ريان. جو سوي ديغوتي واضح. بور ريان ويزيدو يقولوا لنا دزو معاهم كيما يقولوا، نتوما راكم غير تغيطوا، احنا واحد ما يقيسنا، احنا هما الكره، احنا ونا بري لو فوتبول اون اوتاج، لان واحد ما حب يقيسنا. جو سوي ديغوتي واضح. واش تهضر؟ احسن حاجه نقول لك، احسن حاجه واحد يجبد روحه كاع يديك يروح يتخبى، ما يزيدش يتكلم كاع كره القدم، وخليها تروح وين راحت، كاع تروح للهلاك، تروح للتبهدل، تروح لوين حبيتو. كي ولات هكذا اسومبلي جينيرال يا بلوري ما دير، خلاص واش من قيمه عندنا حنا، فهمني واش من قيمه. جو سوي ديغوتي واضح. انا اليوم واش نقول لك،
واش هو غايدني الحال؟ غايدني الحال بزاف بزاف. انت كي تقول وجوه الامام وكذا انا عارفهم هما كومو يفونكسيون، هادو كاع نعرفو كومو يفونكسيون، كومو فونكسيون الفوتبول. جو سوي ديغوتي، جو سوي ديغوتي ديغوتي. واضح الى ما عطاوش قيمه للشعب الجزائري اللي يحب كره القدم، يموت على كره القدم ما يموت. هما ما غيروش المنظومه. دوك ما تنومش انت في عمرو 700 200 سنه في عمرو قاعد في هذاك الكرسي، انا نولي ما نوموش على ما عطاوش قيمه. احنا ما عندناش قيمه، هذا هو المشكل. ولو بوبل الجيريان اللي يحب الفوتبول كيف كيف ما عندوش قيمه في هذه. جو سوي ديغوتي، جو سوي ديغوتي ديغوتي. واضح بمنك تجيبوا الوقت ومن بعد تقول لي انت الجزائر الجديده، وراهي الجديده في الفوتبول، وراهي هنا في الفوتبول الجديده. اي وري لي ولا كاين، مانيش نشوف فهمني، ما كاش الجديده في الفوتبول، سي لا ميم شوز. حاج موسى موسى الحاج كيما كانت كيما راهي وكيما تكون غدوه. واش راح تسنى غدوه انت؟ واش راح تسنى؟ نقول لك واش راح يتسناو، ما تسناو والو، تسناو ليكيب ناسيون لعبت ربحت وي، ولي جا تاعك خليه يروح للهوا، خليه يروح للحوايج اللي ماشي ملاح، خليه راهو صاير العجب في الجزائر. وعلى ما نديروش ديفلوب؟ وعلى ما نصفي؟ علاش بيسكا راكو تقولوا ديزينيو ان بريزيدون؟ وعلى ما تنحيش كان الاخرين كاع؟ وعلى ما تحطش الناس تاع الناس النزهاء اللي بشويه بروغريسيفمون يبداو هما كان يخبطوا في الطابلو ويطبطوا ويصفيو؟ لا لا ما نحطوش هذه. وعلاش ما يدومونديوش شحال الكاراس؟ باسكو هما كان واحد ما يقولهمش. علاش اليوم نتوما تهضروا هذا؟ انني انا فريمون اليوم راني تريست، حازن كثر كثر. شاك فوا نقول واقيلا يا ان بو ديسبوار، اي شاك فوا راني نزيد نديكوتا، راني نمرض في هذا الباب هذا، ما عاطيلكش قيمه. اي ولا كي ما تعطيش قيمه لولادها، بلاد كي ما تعطيش قيمه لولادها، نهضر في الفوتبول، ولادها سي لي فوتبالور اللي مدوا للكره الجزائريه، بلاد كي ما تعطيلهمش قيمه، ها واش تريكولتي؟ تريكولتي الا العفن، البيع والشراء، كاع الفساد اللي كاينه في كره القدم. باسكو نحيتو تعب الفوتبول. ممكن كيما في صحافي نحيو صحافي مستوى مستوى ومستوى واحد اخرين اللي يزيد وهيب وروح وروح، يخرجوا لك واحد اخرين اللي همجوا ويفزتوا. سي كوم صاحبيتو، ما تحبوش ليليت. اليوم انا اليوم شفت تريك دوكيمونتير الرئيس الروسي بوتين كيفاش في كروند اسامبلي جابوا له غير الدراري، غير دراري طايرين به، وكاع دراري قاريين واحد لي كاسي وكيفاش كلام، تحب تبكي. بعد انت توري لي ولد واختو يجريو بالحفه، باسكو اكس ريسبونسابل ما دارش الدور تاعو، بيكس اكس ما عندوش ما خدمش خدمته، نا با في سون ديفوار. ومن بعد تكفي الحق 1 نوفمبر يدير لك لي بوستر تاع الشهداء وكذا، الشهداء هذوك داروا خدمتهم، ايزون في لور ديفوار. ما تقطعوا مع ضربوهم بالنقل باش الجزائر تحر. ومن بعد هذيك يجيو الناس يمساكريو الكره ويتسالموا ويتعانقوا. جو سوي ديغوتي، جو سوي ديغوتي ديغوتي. واضح ديجا نطلب السماح انا لانفونتينو، نقول له سامح لي لان كريتيكيتو انا كي دار دار تاع لاكاك ديريكت وحده بارتي اونيك. نقول له يا سي انفونتينو سامح لي، نطلب منك سمح لي ان انا غلط اللي قلت لك هكذا. انا عن بالي احنا راح نديرو. لا يفهم يفهم، عنده بزاف لي كاين بيع رانا في عنده بزاف لي راسلو. ما قلت لك ما تكوبينيش باش ما نغلطش، فهمتي؟ غادي نطلبوا له سماح اون ديريكت. واش تحب؟ حنا عبالنا هكذا كيما لي زاربيت، حنا كريتيكيو في لافريك لي زاربيت وحنا كارثة هنايا. هذه وحدة. أنا اليوم واش نقول لك؟ واش هو غايدني الحال؟ يقول لك غايدني الحال بزاف بزاف. يقول لك لي زاربيت حقرونا في لافريك، وهنايا 50 مليون تعيين، 50 مليون يعطي 50 مليون تحت الطابلة ويقول له عين لي لاربيترا الفلاني وخطاك الشيء. اليوم بعد نهضروا في لي زاربيت في لافريك. انت سقم سروالك هنايا. انت كي تقول وجوه الامام وكذا انا عارفهم هما كومو يفونكسيون، هادو كاع نعرفو كومو يفونكسيون، كومو فونكسيون الفوتبول. ولكن انت قلت لي تجيب هنا ديبا وافكار، ما كاين لا افكار لا والو. لو جور وين نعطيو الناس اللي حاكمين السبور اون الجيري
يعطيو ولا اكثر، يعطيو قيمه للناس كيما حنا، للناس تاع كره القدم. ما نطمنش نطلبوا هنا في النيوكليير، حنا الناس تاع كره القدم ما عطاوناش قيمه، وما عطاوش قيمه للشعب الجزائري اللي يحب كره القدم، يموت على كره القدم، ما يموت. هما ما غيروش المنظومه. دوك ما تنومش انت في عمره 700 200 سنه في عمره قاعد في هذاك الكرسي، انا نولي ما نوموش على ما عطاوش قيمه. احنا ما عندناش قيمه، هذا هو المشكل. ولو بوبل الجيركو جو سوي ديغوتي، جو سوي ديغوتي ديغوتي. والله صح، هو مي قال لك بلي احنا ما عندنا يا ودي بزاف صوالح، هذا بزاف فيها بزاف كلام، فيها بزاف كلام، فيها بزاف 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 بزاف. هذا ما راش يرضع في صبعه، هذا عمره في عمره 71 عام، راه عارف روحو شنو راه يهدر، راه عارف روحو شنو راه يهدر. خلونا بالشيخ تاع محرز وبالشيخ، بصح هاد الهدره اللي يهدرها راه عارف روحو شنو راه يهدر. هادي هي قالك مكان لا جديده لا قديمه، ما عصينا قاشتي يلا حوسوا عليها.